أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في الوحدة الرابعة والتي تحمل اسم تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح. مما لا شك فيه أن بعدما تم الحديث عن سلوك التكاليف وكيفية احتساب السلوك وتحليل سلوك التكاليف والحديث عن تكلفة الأوامر وتكلفة المراحل، لابد من الحديث عن الحجم والربح والنشاط الإنتاجي. في هذه المحاضرة من البديهي جدا أننا لابد من التطرق إلى نشاطات الشركة من حيث الربح والخسارة. في الوضع الطبيعي للشركة في نهاية خلاصتها لابد من أن تكون قد ربحت أو قد خسرت أو قد تعادلت المصاريف مع التكاليف مع الإيرادات. متى تكون قد حققت ربح ومتى تكون قد حققت تكاليف ومتى قد تكون حققت تعادل؟ تكون حققت ربح عندما تكون إجمالي الإيرادات أعلى من إجمالي التكاليف. الخسارة عندما تكون إجمالي الإيرادات أقل من إجمالي التكاليف. نقطة التعادل أو بريك إيفن عندما تتساوى إجمالي الإيرادات مع إجمالي التكاليف، وهذا صلب حديثنا في هذا المحاضرة اليوم. بدنا نعرف كيف نحسب شو البريك، نقطة التعادل، أهميتها، أهدافها، طرق اكتساب نقطة التعادل. قبل البدء بالخوض في تفاصيلها لابد من معرفة ما هي نقطة التعادل. نقطة التعادل هي النقطة التي تتعادل أو تتساوى عند التكاليف الكلية مع الإيرادات الكلية. ومن هنا فإنه ينتج لدينا أهمية نقطة التعادل. أهمية نقطة التعادل تكون في اتخاذ القرارات الإدارية في المؤسسة، تخطيط المبيعات والأرباح، وسيلة للتخطيط والرقابة وإعداد الموازنات التخطيطية. أول نقطة إذن اتخاذ القرارات الإدارية في المؤسسة. من خلال هذه النقاط، نقطة التعادل والتكاليف ونقطة التعادل، ممكن الشركة أو المؤسسة أو مجلس الإدارة يتخذ قرارات بناء عليها. متى يتم تحقيق ماكسيمايزنج بروفيت؟ متى يعمل مينيمايزنج بروفيت؟ متى يعمل سعر البيع يساوي سعر التكلفة؟ هاي الأمور. تخطيط المبيعات والأرباح، وسبق وأن تحدثنا عنها في النقطة السابقة، المبيعات تشكل المحور الأساسي، وحيث يكمن الهدف الأساسي للشركات هو في الربح ماكسيمايزنج بروفيت. وبالتالي ما هي الطرق التي يمكن اتباعها من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح؟ هذا اللي بتناقشوا أهمية التعادل. الثالثة اللي هي وسيلة للتخطيط والرقابة وإعداد الموازنات التخطيطية. بنخطط للسنة اللي قدام، قد ايه بدنا نبيع، قد ايه البروفيت راح يكون عندنا، ماذا لو عملنا هيك، ماذا لو صارت عندنا ظروف مفاجئة في جميع هذه الظروف. هلا أهداف نقطة التعادل أو البريك إيفن بوينت اللي هي تخطيط الأرباح وتحديد الإجراءات الكفيلة بتحقيق الربح. إذا بدنا نخطط الأرباح، بدنا نرفع سعر البيع، بدنا نقلل التكلفة، بدنا نزيد حجم المبيعات، حجم عدد الوحدات المقصود فيها. النقطة الثانية تحديد الأسعار المناسبة للسلع والمنتجات. ممكن أنا أولها أبيع بسعر بيع قليل ببروفيت أقل، من ثم لما على أساس أدخل السوق بعدها أرفع لحتى أصل ماكسمايزنج بروفيت، أو السياسة اللي ممكن أتبعها في البيع والماركتينج. ثلاث، تحديد مزيج السلع المنتج لتحقيق الربح. انا كيف ممكن، شو السلع اللي بدي ابيعها، كيف ممكن امزجها مع بعضها، اعمل باكجينج للبيع. اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق باستمرار او عدم استمرار المنتجات التي تشكل خسارة او الاصناف التي تشكل خسارة. تحديد حجم الانتاج والمبيعات، يعني قد ايه بدي ابيع، قد ايه بدي احقق ربح، قد ايه بدي انتج. اثر تغير الاسعار والتكاليف، يعني سعر كذا شو بعطيني ربح كذا، سعر لو زاد السعر 10% قد ايه الماكسيمم، قد ايه البروفيت بيصير عندي، قد ايه نقطة التعادل عندي. لو زادت التكلفة 10% في المقابل قد ايه نقطة التعادل، كم وحدة راح ترتفع على سلم التعادل. ماذا لو زادت الطاقة الانتاجية، فما اثر ذلك على نقطة التعادل الجديدة. اعداد الموازنات التخطيطية. تحليل التعادل، لابد من تحليل العلاقة بين التكلفة وتكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة، بقاء إجمالي التكاليف ثابتة، بقاء التكاليف المتغيرة، إجمالي التكاليف المتغيرة بالتغير ثابت، بقاء العوامل الأخرى ثابتة، ثبات أسعار البيع.
هاي الأمور كلها بتوصلنا لطرق إن نحسب نقطة التعادل. كيف بدنا نحسب نقطة التعادل؟ بنحسب نقطة التعادل بثلاث طرق أو جدتها. واحد طريقة المعادلة اللي هي إجمالي التكاليف، إجمالي الإيرادات يساوي إجمالي التكاليف الكلية. النقطة الثانية طريقة هامش المساهمة. النقطة الثالثة الطريقة البيانية. أول طريقة اللي هي طريقة المعادلة، وهي عبارة عن إجمالي الإيرادات يساوي إجمالي التكاليف الكلية عند نقطة التعادل. متى بتتعادل؟ إذا عند تساوي الإيرادات مع التكاليف الكلية. طب لو كانت الإيرادات أعلى بيكون في هامش مساهمة، لو كانت التكاليف أعلى في هامش خسارة. إجمالي الإيرادات عندنا التكاليف الكلية، إجمالي التكاليف الكلية يساوي عدد الوحدات المنتجة ضرب سعر البيع الوحدة يساوي إجمالي التكاليف الثابتة زائد إجمالي التكاليف المتغير اللي هي التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة ضرب عدد الوحدات. تم تعويضها في المعادلة هاي، ويريت نركز عليها لأنه منها راح ننطلق. سين اللي هي عدد الوحدات، وعين اللي هي سعر البيع، تكلفة ثابتة وتكلفة متغير للوحدة ضرب عدد الوحدات. ولتطبيق المعادلة أعلى نورد المثال التالي. شركة الناغي، شركة الناغي أوجدت لدينا المعادلات التالية. تعمل في مجال الإطارات، إنتاج الإطارات. تكاليف ثابتة عندها 100,000، 100,000 ريال. تكاليف متغير للإطار الواحد 50 ريال. سعر بيع الإطار 100 ريال. بدنا نوجد نقطة التعادل من خلال المعادلة. طبعا الحل بنعوض في المعادلة، بتصفي عنا سين اللي هي المجهولة بمعادلة رياضية بحتة. بنوصل لأن عدد سين هو 2,000 وحدة بعد تعويض المعادلة كاملة. إذن قيمة التعادل هو عبارة عن 2,000 وحدة. إذن من خلال هاي المعطى أو النتيجة اللي وصلنا له بنصل نقول إنه إذا كان مبيعات شركة الناغي أكثر من 2,000 وحدة على سعر بيع 100، على تكلفة متغير 50، على تكاليف ثابتة 100,000 بتحقق ربح. إذا كانت أقل من 2,000 وحدة إذن عندنا هامش خسارة. 2,000 وحدة هي عبارة عن تساوي إجمالي الإيرادات مع إجمالي التكاليف، إذن هي النقطة التي تتساوى عندها إجمالي التكاليف مع إجمالي الإيرادات. هذا فيما يتعلق بطريقة المعادلة. أما طريقة هامش المساهمة وهي الطريقة الأهم والتي يمكن الاعتماد عليها في وقت آخر. طريقة هامش المساهمة، طريقة هامش المساهمة أجاءت لتبسيط طريقة المعادلة هذا أولا. ثانيا لإيجاد نقطة التعادل بالعملة النقدية. يعني أنا قديه بدي أعمل بالكرنسي، قديه بدي 2,000 وحدة، نعم صحيح، بس قديه قيمة 2,000 وحدة توجدها مباشرة بدون الرجوع إلى 2,000 وحدة. هلأ كيف أوجدت قانون من خلال سين تساوي التكاليف الثابتة على هامش المساهمة للوحدة الواحدة. طبعا للمعلومة هن هامش المساهمة للوحدة الواحدة هو عبارة عن سعر البيع ناقص التكاليف المتغير للوحدة الواحدة. هامش المساهمة الإجمالي يساوي سعر البيع ناقص تكلفة المتغيرة ضرب عدد الوحدات المباعة. عند تطبيق المثال السابق نوجد انه 2,000 وحدة تم وجدها فعلا، 100 على 50 يساوي 2,000. طب لو بدنا نجددها بالعملة النقدية، هامش المساهمة نسبية، نسبة هامش المساهمة. اذا لإيجاد نقطة التعادل بالعملة النقدية بنوجد كالتالي: عدد التكاليف الثابتة على نسبة هامش المساهمة للوحدة. نسبة هامش المساهمة شو تساوي؟ سعر البيع ناقص التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة على سعر البيع كله للوحدة الواحدة. منطبق المثال السابق، 100 ناقص 50 على 100 اللي هو سعر البيع، بيطلع عنا 50%. فلو قلنا 100,000 تقسيم 50% بيطلع عنا 200 ريال. المثال اللي في الكتاب صفحة 81 مثال ممتاز ورائع، بيجمع سلوك التكاليف مع نقطة التعادل. عندنا المعطيات 1,000 وحدة، 10,000 ريال، مخزون آخر المدة التام، أول المدة التام والإنتاج التشغيل كله يعتبر صفر،
المطلوب فيه إعداد قائمة الدخل وإيجاد نقطة التعادل لمنشأة الفهد للوحدات. تمام. هلا الحل، أوجدنا القائمة 10,000 بناء على التكاليف المتغير الصناعية 1,500 بيطلع عنا تكلفة مبيعات 3,000، بصفي عنا إجمالي ربح 7,000، نطرح منه التكاليف الإدارية المتغيرة كمان 1,000 بصفي عنا 6,000، نطرح منه المصاريف الثابتة 4,000 بصفي عنا 2,000 اللي هو صافي الربح. هلا بدنا نوجد نقطة التعادل، أو بعد ما وجدنا القائمة بدنا نوجد نقطة التعادل. نقطة التعادل كالتالي بتحكي عبارة التكاليف الثابتة على هامش المساهمين، كونه ما عندي سعر البيع، عندي تكاليف متغيرة لكل وحدة. التكاليف المتغيرة لكل وحدة بنقول 6,000، أسهل طريقة أن 6,000 على 10,000 هامش المساهمة على سعر البيع بيطلع عنا 60%. الستين في المية هاي 4,000 تقسيم 60% بيطلع عنا 667، 6,670. سعر البيع الوحدة الواحدة 10، إذن من وين أجت 10,000 إيرادات على 1,000 وحدة بيطلع 10، 6,670 على 10 بيطلع عنا 667 ريال لكل وحدة، 667 ريال لكل وحدة. أما الطريقة الثالثة وهي الطريقة البيانية، فعند الحديث عنها لابد من التطرق إلى أولا الرسم البيان التالي: محور السينات وهي عدد الوحدات، محور الصادات وهو حجم الوحدات ماديا، التكاليف الثابتة بخط موازي، التكاليف الكلية الخط الأحمر وهي عبارة عن التكاليف الثابتة زائد التكاليف المتغيرة. لاحظ هان كيف التكاليف المتغيرة بلشت تزيد. الإيرادات الخط الأزرق، النقطة التي يتلاقى عندها الخط الإيرادات مع خط التكاليف الكلية هي عبارة عن نقطة التعادل. فبالتالي عند تطبيق المثال السابق نوجد أن حجم التعادل هنا 2,000 وقيمة التعادل 200,000، وهذا ما أوجدناه في المحاضرة. في هذه المحاضرة طبقنا المثال الأول تاع شركة الناغي، وبهيك بتمنى تكونوا أعزائي الطلاب قد استفدتوا من عن نقطة التعادل وكيفية احتسابها. إلى أن نلتقي بكم في محاضرة أخرى، ويعطيكم العافية.